السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في شي ود ام والد راح عند لكم تشاك مسكر، يعني وصفة روعة، نتمنى انكم تجربوها لانه يجي ذو فلفل حقيقة يجي روعة. وش راح نحتاج؟ انا حندير كمية قليلة كما عودتكم، ودائما اللي تحب تجرب تجرب كمية قليلة ولا نجح لها ضعف المقادير. وش راح نحتاج؟ اذا راح نحتاج 125 غرام مارغرين طرية، زوج مغارف كبار تاع السكر كلاسي سكر الرطب، هذا كاس تاع اتاي، يعني ما كاش بيت جزائري ما عندوش هذا الكيسان. هذو راح نحتاج منه كاس تاع الزيت وكاس تاع المزهر، مغرف صغيره تاع لافاني ومغرف صغيره تاع خميره الحلوه، ونلموها بالفرينه والقرصه تاع الملح. هنا الحشو راح ندير لنا الكاوكاو، حمصته وطحنوه يعني ناعم جدا كما رانا نشوفه، باش لافاص تاعنا تجي شابه وتجي بنينه. الان راح نبدا بالعجين. هو الاول انا اليوم راح نخلطها بلو باتور، تقدري تخلطيها بيدك عادي. اذا راح ندير هنايا الزبده لا ماركارين، نزيد لها سكر كلاصي، كاس تاع اتاي تاع الزيت، كاس تاع اتاي تاع المزهر، مور صغيرة تاع لافاني، قرصة تاع الملح، ونخلط الكل بالباتور حتى تولي عندنا اون كريم، ولا بيدك حتى يتجانسوا كل المقادير كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. هاو الخليط انسجم عندنا، تقدروا تستعملوا هذه العملية باليد، يعني ماشي لازم لو باتور، لكن فقط باش نسهلوا علينا العملية. هنا راني درت هنا، واش راح نزيد؟ راح نزيد الفرينة، شوية كمية تاع الفرينة حاجة قليلة، وندير عليهم مغرف صغيرة تاع خميرة الحلوة. كما رانا نشوفوا يعني لا ضاعفتوا المقادير، راح ديروا كيس كامل تاع خميره الحلويات. هنا انا درت نصف الكميه، اذا ندير مغرف صغيره ونبدا نلب في العجينه تاعنا كيما لا بات سابلي عادي، ما تعجنوهاش لموها فقط غير بصبعتينا، ونزيد الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ما يبسوهاش بزاف. اذا راح نزيد لها شويه ما زادت تلصق. هنا ما نقدرش نعطيكم الكيل تاع الفرينه بالضبط، لانه كل وحده والكيس تاع الشاي تاعها شحال، يعني هنا كي تسلم لكم كيما لا بات سابلي راح تحبسوا التخلاط كيما رانا نشوفوا. هنا راح نزيد لها كمية قليلة ماشي بزاف، ونلمها. اذا ها هي العجينة تاعي لميتها، إذن ها هي العجينة تاعي هاي واجدة. نلموها
بلا ما نعجنوها. شوفوا شحال طريه، كومين با صابلي، نخلوها تريح شويه. في هذاك الوقت راح نوجد لافارس تاعي. اذا ها هو الكاوكاو، قلت لكم طحنوه مليح، لازم يكون رقيق باش يجيكم الحشو تاعكم شباب. واش راح ندير؟ ندير 3 كيلات تاع الكاوكاو مطحون محمص من الاحسن، ميم ديروا اللوز حمصوه وطحنوه رطب. راح ندلو كيله تاع السكر، انا درت عيني ميزانيه كنتو ما حسبوا. اذا 3 كيلات سكر الكاوكاو او لوز مكسرات مع كيله سكر، نزيد لهم لافاني. هذه الكميه راح ندلها مغرف صغيره تاع لافاني، انا ما نحبش ندير القرفه لانه هذه الحلوه الا طولت لو غو تاع القرفه راح يتبدل، معاش راح يعطي غو شباب في الحلوه تاعنا. يعني لا تستهلكوها ثمثم، تقدروا ديروا، لكن الا طولت راح يتبدل هذاك الطعم تاع القرفه. ولمها بالماء زهر، ديروا غير بشويه وخلطوا كما راكم تشوفوا. نعجنوها مليح باش داك السكر يذوب، الحشو تاعنا ما يجيناش يابس كما رانا نشوفو. كديرو هكذا يشكل عندنا. اذا هنا راح نحبس التخلاط ونجوز مباشرة العملية تاع تشكيل التشارك تاعنا. الان جوزو الطريقة تاع تشكيل التشارك المسكر تاعي. انا عملت كويرات صغار دائما العجين باش تجيكم الخدمه سهله. عملوها كرات صغار، نحكم الكره على شكل حربوش في يدي بهذه الطريقه. انا دائما نستعمل كيس بلاستيكي باش هكا العجينه ماش راح نزيد لها الفرينه وما تنشفليش. نفتحها شويه بهذه الطريقه ونعرضها بالحلال بهذه الطريقه، ماش راح نزيدوا الفرينه والعجينه تاعنا تبقى طريه. نحكم شويه تاع الحشو، نديرو حتى هو حربوش بهذه الطريقه. يعني المكسرات كي طحنوهم رقيق راح تجيكم سهله الخدمه بهم. من بعد بمساعده الكيس راح نلوي الحبه تاعي تاع التشارك، راح نزيد بهذه الطريقه. الان نحي الكيس تاعي، نغلق الحبه تاعي مليح باش ما تتفتحليش، والعجينه راهي طريه، الخدمه تاعها راح تجي سهله. واش راح ندير الان؟ نخدم لكن نضغط غير في الاطراف والوسط نخليه ونشكلها تشارك. ها هو التشارك تاعي. اذا راح نزيد لكم حبه، اذا نحكم العجينه تاعي نديرها حربوش كيس بلاستيكي، نفتحها شوية من نومل. من بعد نعرضها طريقة سهلة وبسيطة باش المبتدئات معنا راح تجيهم الخدمة سهلة. ندير الحشو تاعي في الوسط ونبدأ نغلق بهذه الطريقة. نغلقوا العجينه الاول ونبدا، يعني نضغط في الاطراف فقط لكن في الوسط لا، ونشكل الحبه تاع التشارك تاعي. ها هي. اذا راح نكمل كامل العجينه تاعي ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو التشارك تاعي بعد ما كملته، راح نديرو يطيب في الفرن على 180 درجه. تشوفوه طاب، يعني كولور دوغي، نحوه. الان كما راكم تشوفوا هاو طاب التشارك تاعي، وخلوه حتى يبرد مليح باش تسكروه، لان العجينه راح تجي بزاف مبسه وتجي بزاف طريه.
يعني كي يطيب كي تمسوه تصبوه مازال طري، يعني نحيه ما تخافيش منه. كي ينشف ويبرد راح يشد روحه كيما هذا كيما راكم تشوفوا. واش راح ندير انا؟ راح نسكره. كيفاش راح ندير هنا؟ يعني لكل كاس تاع ما زهر ندلو 3 مغارف كبار تاع السكر كلاصي. هذا اللي راح نسكر فيه الشرك تاعي، يعني ماشي راح نخدم له ان سيرو. طريقه سهله وناجحه ان شاء الله تعجبكم. اذا واش راح ندير هنايا؟ هذا السكر كلاصي انا نستعمل كيس بلاستيكي، ها هو غربلتو، غربلوه، لازم تغربلوه باش يجينا السكر كلاصي تاعنا يجينا طري، يعني يجينا ما يجيش محبحب. اذا واش راح ندير؟ راح نحكم الحبه تاع الشارك، نغطسها ونحيها تمتم، نقطرها مليح ونديرها في الكيس بلاستيكي بهذه الطريقه، ونغطيها بالسكر كلاصي ونخليها حوالي ربع ساعه. اذا راح نزيد. اذا كيس بلاستيكي راح يعاونك بزاف في الخدمه. كي يقطر مليح نحطو وندير عليه سكر كلاص ونخليه يشرب مليح. راح نزيد حبه اخرى. اذا نخلوه في السكر كلاصي لمده ربع ساعه، 10 دقائق حتى ربع ساعه، من بعد نحيه بهذه الطريقه. اذا نديرو نديرو عليه السكر كلاصي كما رانا نشوفو ونخليهم لمده ربع ساعه. انا حنكمل كامل الحبات تاوعي. اذا الا كثرتو درتو كميه كبيره، يعني كثروا السكر كلاص وديروا شحال من كيس بلاستيكي وحطوه وخدموا به. اذا انا حنكمل ونلتقي بكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد مرور 10 دقائق راح نبدا نحي الحبات التوعي، نحي لهم هذاك الزايد تاع السكر كلاص كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه كما رانا نشوفوا. نعاود نغبرهم بلايص اللي تشوفوا مازال فيهم ماكاش. اذا ها هو كما رانا نشوفوا. اللي تحب تسكرو مرة ثانية تقدر تزيد، ما فيش احراج، كاين اللي يحبوه مسكر مليح. ها هو الشارك مسكر تاعنا. الان واش راح ندير؟ ها هو الجرد مسكر تاعي. راح نحكم الصفايه اللي تكون تجوز مليح، يعني كي تكملي كامل الجرد مسكر تاعك نحكم الصفايه. نعاود نغبره من الفوق باش يولي عنده وجه شباب بهذه الطريقه. ولا شتيه شرب عاودي زيدي له، يعني هنا تتحكمي انتيا في الكميه تاع السكر بهذه الطريقه. ها هي انا حنكمل كامل الشراك مسكر تاعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو الشراك مسكر تاعي بعد ما نشف، خلوه ينشف مليح ومن بعد قدموه. ها هو انا نفس الكيفيه، واش درت لها؟ درت حبيبات مسكرين ودرت حبيبات درت لهم في المعجون خففته شويه بالماء زهر وفي لانوات كوكو محمصه. شوفوا كيفاش خرج لنا، يخرج الشكل تاعو يعني ما شاء الله يخرج شباب، والذوق بلا ما نحكي لكم، خاصة محبي نانوات كوكو. يعني الوصفة هذه نتمنى انكم تجربوها، لانه العجينة تجي بزاف مبسة وتجي طرية. اذا راح نفتح لكم حبة باش تشوفوه من الداخل كيفاش داير. بسم الله، شوفوا شحال طري، يعني يجي روعة. ان شاء الله تجربوه كامل وتعطوني رايكم في هذه الكيفية. ولا عجبتكم الكيفية ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناة حتى يصلكم الجديد. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك شيوات أم وليد، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.